السلام عليكم. طريقة تقسيم الملفات والتسمية حسب الكود الكندي، تمام، ربنا يرزقنا. هو تقريبا نفس طريقة البريطاني، هنعمل ورك ان بروجرس وشيرد وبابلش واركايف، وهنبدأ نعمل فولدرات الاوتوديسك ريفيت حسب الإصدار اللي عندك، أو بنتلي أو أركيكاد، وهنبدأ نسمي الأسامي. بيقولك الحروف من A ل Z هي المسموح بيها، الأرقام مش عايزين رموز غريبة في قلب التسمية، ما تستخدمش سبيس في قلب المسافة في قلب التسمية. وبعد كده بيقول لك طريقة تسمية الموديل، هتكتب اسم المشروع أو رقم المشروع، اسم المالك، وبعد كده الزون، وبعد كده الليفل، وبعد كده التايب، وبعد كده رول ديسكريبشن. وبعد كده هيبدأ يجيب لك بقى الرموز بتاعتهم، ده مثال عليها، ال FTR، بعد كده ال SEM، وبعد كده ال XX حسب ما انت عايز، تمام. وبعد كده S ده يبقى Structure، ME يبقى Mechanical، هنا ال Library Object Name هيبدأ يسمي العناصر اللي موجودة، Role، Classification، Description. دي زي ال Family، طريقة تسمية ال Family هتبقى عاملة ازاي. هنا بيقولك بقى لما تلاقي طيب يبقى ال M3، يبقى ده 3D موديل، حرف ال E ده 3D elevation، B ال 2D plane، ال R هو ceiling reflect ceiling، ال S ده اللي هو section. بيبدأ يديك الرموز بحيث ان انت اول ما تشوف الاسم تعرف اللوحة دي هتبقى فيها 3D ولا plane ولا elevation ولا section ولا reflect ceiling. ال level، تمام، قدر انت مثلا عايز تفتح لوحة معينة، فبدل ما تقعد تلف من الاسم حسب التعود تقدر توصل للوحة اللي انت عايزها. يعني بيقول لك لما تلاقي العنصر مكتوب عليه G25 وول بريك 102.5 M3، فتفهم ان ده البريك وول، ده الوايد بتاعه، ده 3D دايمنشن، وهكذا. الغرض من الكود ان احنا نكون متفقين على الاسامي. هنا بيقول لي الفيو نيمينج، هيبقى اي فيو هيبقى فيه الليفل، تمام، وممكن تكتبه او متكتبوش، ده اوبشن. والكونتنت هتكتب مثلا ان ده الدور التاني مثلا اللي فيه التكييف او المعماري او الانشائي. بيقولك 01 بلان ده الفيرست فلور بلان، السيلينج بلان، ال AA ده هيبقى سيكشن AA حسب اسم السيكشن، ال S building section ده نورث ساوث فول building section. انا بقى بتكلم على الستايل بتاع الانوتيشن بتاع الخطوط بتاع شكل الكتابة عامل ازاي، التسميات بتاعتهم. هو تقريبا نفس اللي موجود في الكود البريطاني، يعني حتى في بعض الاجزاء هو مش مشروحه برضه، هي في نفس الاجزاء اللي في الكود البريطاني اللي بيقولك اسال السبلاير، لانها لسه متحطش في قلب الكود. هنا الدايمنشن ستايل نيمينج، بيقول لك الدايمنشن هتكتب التكست سايز، يعني مثلا لما تلاقي الاسم بتاعه 8 تبقى تعرف ان التكست سايز للدايمنشن ده 8. وبعد كده السترنج تايب، وبعد كده التيك مارك، وبعد كده اليونت، وبعد كده الديسكريبشن، هتبقى نفس الشكل دوت.